وينضم إلينا مراسل التغيير في البصرة مصطفى الشمري. مصطفى، كيف هي الأجواء لديك وما هي ردود أفعال الشارع البصري حول نتائج الانتخابات وتصدر تحالف تصميم في المحافظة؟ يعني لم تحصل منذ عام 2003 ولغاية الآن أن تتصدر قائمة بصرية نتائج الانتخابات في عموم محافظات العراق. اليوم قائمة التصميم تصدرت بأعداد كبيرة جدا بأكثر من 260 ألف صوت على مستوى العراق. من نتيجة اليوم هذه الأصوات التي ذهبت، ربما الآن الكل كان يتحدث حول موضوع التغيير وتغيير الانتخابات وتغيير وجوه، لكن لهذه لأول مرة تحصل أنه أبناء مدينة البصرة يستطيعون أن يغيروا من خلال صناديق الاقتراع. ما محافظة البصرة عاشت منذ عام 2003 ولغاية عام 2023 يعني سلطة يعني رؤساء الكتل السياسية هم من خارج محافظة البصرة ويتحكمون في مدينة البصرة. اليوم أبناء مدينة البصرة أصبحت لهم كلمة جدا كبيرة، وهذه الكلمة انتهت باختيار تحالف تصميم لتشكيل الحكومة القادمة. نتيجة اليوم لغاية الآن يعني حسب القراءات الأخيرة أنه تحالف تصميم قد شكل وقد يعني ما يقارب 12 مقعدة في مجلس محافظة البصرة. يعني هذه المجالس يعني 12 مقعد في مجلس محافظة ربما يعتبر مكسبا كبيرا لمدينة البصرة، وخاصة اليوم أنه هؤلاء الأشخاص ربما كانت لهم تجربة سابقة في موضوع الخدمات وموضوع البنية التحتية في مدينة البصرة. بالنتيجة اليوم يعني شاهدنا يوم أمس الاحتفالات التي يعني انتشرت في كافة شوارع مدينة البصرة حول موضوع الاحتفال والفرح والفوز بهذا النصر. اليوم مدينة البصرة وشعب البصرة يعني يؤيدون الخطوة التي أصبحت الآن. نحن الآن متواجدين في المقر الخاص للسيد محافظ البصرة لدار استراحة في محافظة البصرة، وهذا المكان الذي سوف يعلن عنه مؤتمر خاص بالانتخابات، مؤتمر خاص بتحالف تصميم الذي يرأسه السيد محافظ البصرة الحالي أسعد العيدان. بالنتيجة اليوم هذا المؤتمر سوف يتحدث حول موضوع مجريات العملية الانتخابية، وأيضا من ضمن أولويات المؤتمر أن يشكر أهالي مدينة البصرة على ما قدموه وعلى ما بذلوه أمام صناديق الاقتراع. بالنتيجة اليوم الكل يتمنى التغيير المنشود، والتغيير قد حصل من خلال أبناء البصرة الوصلاء من خلال إدلائهم بأصواتهم نحو صناديق الاقتراع، وأيضا الجانب الآخر هو ربما يعني معرفة المواطن حول الخطوة القادمة. لغاية الآن يعني تحالف تصميم هو من يهيمن على مقاعد مجلس المحافظة، وأيضا هو من يسيطر على مجلس المحافظة القادم، لكن كما تعلمين زميلتي أنه في ربما يعني يحتاج وقت لأن تعلن أن يتم المصادقة على النتائج الرسمية، وبعد مصادقة النتائج الرسمية 15 يوما بأن يتم تشكيل رئيس مجلس محافظة وأيضا يتم انتخاب محافظ البصرة. لغاية الآن ربما تحالف تصميم يحتاج إلى تحالف ولو بمقعد واحد حتى يتم تصويت على شخصية المحافظ. يعني كما تعلمين اليوم ربما اختيار محافظ البصرة وهو نصف العدد زائد واحد، ولغاية الآن تحالف التصميم قد حصل على 12 مقعدا ويحتاج إلى مقعد آخر حتى يتم التصويت بالكامل بالإجماع على السيد أسعد العيدان لمحافظ البصرة في المرحلة القادمة. هنالك ربما خطوات ربما من ائتلاف قوى الدولة ربما يمتلك مقعد واحد وائتلاف قوى الدولة، بحسب ما صرح السيد رئيس ائتلاف قوى الدولة السيد علي شداد الفارس ان ائتلاف قوى الدولة هو الأقرب للتحالف والائتلاف مع التصميم لكي يشكلوا الحكومة المقبلة. ولكن كما تعلم ربما في الأيام القادمة سوف تخرج لنا مخرجات كثيرة، ومخرجات ربما هي سوف جميع هذه المخرجات هي بانتظار أن يتم التصويت على المحافظة الجديد وأيضا لخدمة مدينة البصرة. نعم مصطفى، نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لربما تعكس الكثير من الآمال بأن يحقق مجلس المحافظة الجديد طموحات البصريين، ما هي أبرز مطالبهم اليوم والأولويات في تحقيقها؟ يعني اليوم إذا تحدثنا حول موضوع المطالبات التي ربما هي مطالبات مشروطة وحق مشروط على كل يعني حق مشروع على كل مواطنين البصرة، فاليوم أبسط شيء يطالب به المواطن هو البنية التحتية للمناطق المتضررة في محافظة البصرة. لغاية الآن طول السنوات السابقة البنية التحتية في مركز المدينة قد ربما هي شارفت على الانتهاء، و يعني ابتدأت مرحلة البناء الفوقية من خلال تأثيث الشوارع، من خلال تأثيث الأماكن الخاصة، من خلال فتح أماكن حيوية جديدة. أما المرحلة القادمة التي سوف يسلط عليها تحالف تصميم وبحسب برنامجه الانتخابي الذي جاء هذا البرنامج الانتخابي من أرض الواقع، هو التوجه إلى المناطق التي بعيدة عن مركز محافظة البصرة، إلى القرى، إلى الأقضية والنواحي
التابعة لمحافظة البصرة. هذه المناطق ربما لغاية الآن هي تعاني من عدم وجود خدمات، وهذه المناطق سوف تكون من ضمن جدول قائمة التصنيف ومن ضمن الأهداف السامية التي حققها تحالف التصنيف في السنوات السابقة. ولكن لا تعلمين زميلتي، ربما اليوم الإعمار وعجلة الإعمار هي تستمر بوتيرة متصاعدة، خاصة في مدينة البصرة الذي قدم إلى محافظة البصرة قبل أكثر من عامين. ربما حاليا عندما يقدم إلى هذه المدينة سوف يلاحظ ذلك فرق كبير جدا من خلال البنى التحتية. فبالنتيجة اليوم جميع المواطنين يطالبون بالخدمات الأساسية. اليوم كما تعلمين محافظة البصرة في كل فصل صيف تعاني من موضوع ملوحة مياه الشرب ومياه الغسل، وهذه التي سببت مشاكل كبيرة جدا. يعني عندما نعود إلى عام 2018 ومن ذلك أكثر من 2500 حالة تسمم في هذه السنة، وعلى أثرها حصلت تظاهرات شعبية في مدينة البصرة مطالبة بالمياه. الآن ملف المياه ربما قد يعالج، خاصة بعد إحالة مشروع تحلية مياه البحر في 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 منطقة الفا، وهذه المنطقة التي ربما سوف تنتعش من المياه، وأيضا هذه محطة التحلية وأيضا محطة كهرباء كهرومائية سوف تنعش مدينة البصرة، وأيضا سوف تنقذ واقع البصرة المائي بصورة كبيرة جدا. وأيضا هنالك مشاريع أخرى كمشاريع الكهرباء ومشاريع المياه ومحطات تحلية مياه في مدينة البصرة، هي ربما في ضمن أدرجت ضمنها الموازنة الحالية، وسوف تنجز في بعد أن تدخل العام تدخل السنة القادمة إلى جدولها الرئيسي. بالنتيجة اليوم هذه الأمور التي يعاني منها جميع مواطني العراق، لكن بالأخص محافظة البصرة هي تعاني الأمرين. في فصل الصيف تعاني من شح المياه وأزمة الكهرباء، وفي فصل الشتاء عفوا تعاني من البنى التحتية. لغاية الآن ربما نسبة أكثر من 50% قد تجاوزتها مدينة البصرة، ولكن كما تعلم نحن يعني طالبنا ونطالب على الرغم من أنه اتسحت قائمة تصميم الأصوات في كافة عموم محافظة البصرة وحتى في عموم العراق، أيضا مطالبين بأن يستمروا ومطالبين بأن يكملوا الإنجاز وأن يكملوا ما تم يعني بناؤه في السنوات الماضية. مراسل التغيير من البصرة مصطفى الشمري، شكرا جزيلا لك.